إلى مثواه الأخير شيع جثمان رجل الأعمال الكويتي جميل السلطان في مقبرة الصليبخات بعد أن توفي إثر صراع طويل مع المرض. وسجل الفقيد أسلوب عمل مختلف وعلامات فارقة في مجال الأعمال والاستثمار، نتابعها في تقرير سحر زايد. ودعت الكويت اليوم اقتصادي من الطراز الأول، مزارع ذو فكر فريد. وضع الكويت نصب عينيه طوال حياته وحاول أن يرد لها الجميل، فلطالما آمن بمساندة الكويت له بدءا من بعثته التعليمية للولايات المتحدة وحتى أصبح من أبرز رجال الأعمال. جميل السلطان ترك بصماته العصرية في مجالات عدة لعل أبرزها الزراعة، فانطلاقا من إيمانه بأن جودة المنتجات الغذائية وخلوها من المواد المصنعة هو مفتاح الصحة الجيدة، بادر السلطان بنفسه مقدما للسوق الكويتية المنتجات العضوية من خلال مزارع الياسمين الذي عمل فيها بنفسه مرتديا زي المزارع الأوروبي الذي سيظل في ذاكرة كل من عمل معه. فقدت الكويت أحد الأشخاص المبادرين المبدعين في مجال الأعمال الحرة، فالمرحوم جميل السلطان رغم صغر سنه إلا بادر بإنشاء العديد من الشركات، وأقدر أعددك بعضها. أولها مركز سلطان، هذا هو أول ما تخرج من أمريكا يبادر بدح مغامرة فعلية، لكن أنشأ مركز سلطان دائما يبحث عن الجديد، وهذا من الأشخاص النادرين في الوطن العربي وبلدنا الكويت الحبيبة. لكن الكويت فقدت الشخصية المميزة وهذا أمر الله. كان السلطان أيضا رجل اقتصاد محنك له نظرته الاقتصادية، فبادر بخطوة تحتسب الأجر في ذلك الحين حينما تحدى نظام الجمعيات بإنشاء فكرة مركز سلطان التي لاقت نجاحا واسعا، فأصبحت من العلامات التجارية المميزة في العديد من الدول العربية، فقد كانت فلسفته هي العمل والاستثمار بحب وقناعة دون النظر إلى الأرقام يوميا، كمن يكشف القدرة في كل دقيقة في انتظار نضج الطعام، وهو بذلك التصرف لن ينضج أبدا. بعد مواجهة المرض ومقاومته لسنوات ببأس شديد رحل السلطان، ولكنه سيظل بكل ما قدمه من أفكار ومشروعات حاضرا في ذاكرة الكويت. سحر زايد، الراي.